بسم الله الرحمن الرحيم. بيان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل تبو. نحن المكون الاجتماعي تبو المتمثلين في المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل تبو، أحد قبائل الليبية التي تعيش فيها الجنوب الليبي وبقية التراب الليبي، ومثلنا مثل قبائل الليبية الأخرى لنا امتداد في الصحراء الكبرى والدول الساحل والصحراء، وتاريخنا مليء بتضحيات جمة لدفاع عن أرضنا ليبيا ضد الاستعمار العثماني والإيطالي والفرنسي، وفي سبيل ذلك عانينا من عدم الاستقرار والتهميش ونشر الحروب والنزاعات الأهلية المدعومة من أطراف خارجية والطامعين في خيرات أرضنا الزاخرة بالثروات اللامحدودة، والتي لو استقرت الدولة الليبية لكنا تفينا بظلالها بخدمات الصحية والتعليمية وخدمية وفيرة. وها هي بلادنا تعيش أخذ من الزمن حرب دولية وأهلية، وتدخل أجنبي سافر يستهدفنا وجودا ومصيرا، ويعمل على نهب ثرواتنا وخاصة في الصحراء الليبية، الأمر الذي سنقاومه مثل ما قاومه أجدادنا عبر التاريخ. نرحب بإعلان المتزامن للرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الرئاسي بوقف العمليات الحربية، وقف إطلاق النار، وجهود الأمم المتحدة والدول الجوار، وخاصة مبادرة القاهرة المنبثقة عن مؤتمر برلين والمحادثات الأخيرة في المغرب وجنيف والقاهرة بين الأطراف الليبية. نعتبرها نقطة مضيئة في نفق ليبيا المظلم، ونستجيب نحن مكون التبو في ليبيا لدعوات الحوار والسلام واسترداد الدولة ومؤسساتها الموحدة في ليبيا. نعلن للمجتمع الدولي ولبعثة الأمم المتحدة المعطيات التالية: ليبيا دولة واحدة ذات السيادة، طارد كل مرتزقة من ليبيا والذين زجت بهم أطراف أجنبية لديها مصلحة في استمرار الفوضى والحرب الأهلية في ليبيا، رفض كافة الأشكال التدخل الخارجي في ليبيا، تأييد ودعم للحوار الليبي وخاصة داخل ليبيا، الإفراج عن كل المعتقلين في السجون والمعتقلات الليبية، ورفع القيود الدولية على الليبيين، عودة المهاجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم وتعويدهم وجبر ضررهم. ليبيا مكونة من العرب والتبو وأمازيغ والتوارك متعدد الثقافات، ولكن تجمعهم الهوية الليبية العربية الإسلامية الأفريقية والثقافة. المكونات الاجتماعية الليبية جزء من تاريخها، وهي ملك لكل الليبيين وعامل وحدة، وليست تجزئة حالها حال كل شعوب المنطقة والقارة الأفريقية، بل سمة من سمات العالم أجمع. ننبه الأمم المتحدة بأن التمثيل في لقاءات الحوار وإعادة صياغة الاتفاق السياسي بشأن ليبيا لابد أن يكون معبر عن المكونات الاجتماعية الليبية وباختيارهم، لكي لا نكرر الأخطاء السابقة في دعوات الأمم المتحدة لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم. إن انحياز الأمم المتحدة لأي طرف ليبي أو إيديولوجية معينة أو إخصاء أي طرف أو مكون ليبي يعتبر مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها، ويكرر نفس الأخطاء السابقة، مما يوحي للليبيين عدم الثقة والمصداقية في هذه المنظومة الأممية، وهي تنهي عقد من الزمن وتصل إلى مبعوث السابع دون الوصول إلى حل حقيقي للمسألة الليبية. إن الحلول والوصفات الجاهزة للجنة الحوار الإنساني أو بعثة الأمم المتحدة بدون توافق الليبيين أو موافقة طرف دون آخر يعتبر مضيعة للوقت وفاتورة باهظة يدفع ثمنها دماء الليبيين وقوتهم ومصيرهم ومستقبلهم.
منبه إلى أن استمرار الحريق الليبي سينتشر في كل منطقة وخاصة دول شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء وأفريقيا والدول المتوسط وكل أوروبا والعالم أجمع. نوجه نداء لإخوتنا الليبيين من المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية بأن ليبيا مهددة وجودا ومصيرا إذا استمرت حالة استقطاب والعناد والصراع المدمر، وأن نأتي جميعا إلى كلمة سواء من أجل إنقاذ ليبيا. نحيي كل مبادرات التي تدعو للسلام والحوار وإلقاء السلاح في ليبيا من كل الدول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية، ونؤكد دعمنا لملف المصالحة الوطنية الشاملة وتطبيق قانون العفو العام. وعاشت ليبيا حرة أبية. المجلس الأعلى لمشايخ أعيان قبائل التبو